بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء هاي الحكومه لو مو يروح 400 شهيد لو لو لو, لو مش شهيد ما تتنازل متمسكه بالحكم، ما يهم هذا الشعب المات اللي استشهد الجاع اللي انقتل، ما يهم متمسكه بالحكومه هي واحزابها. يقولون من يقود هاي المظاهره؟ هاي المظاهره ما حد يقودها، بس واحد، بس دم الشهداء. اذا ان شاء الله يتحقق النصر وان شاء الله ناخذ ثار الشهداء ان شاء الله. فحكومه هاي حكومه طائفيه وليس عراقيه. الحمد لله والشكر باوع، الحمد لله والشكر. بالنسبه لشهدائنا 500 او 600 هاي مو نتيجه صحيحه، اكثر هي اكثر، بس ما حد صح ما جاي تعطي النتيجه الصحيحه، الاحصائيه الصحيحه. وان شاء الله منتصرين. بسم الله الرحمن الرحيم، نصر من الله وفتحا قريب. طبعا الشعب يعني نهض من يوم 25 اكتوبر يعني بهالمظاهرات يعني العظيمه. هذا نابع من ارض يعني خصبه دعت الى نبذ الطائفيه ونبذ الفساد اللي جاتهم على قلوبنا صار له تقريبا يعني بالحدود يعني 17 سنه الى 19 سنه. ومستحيل الشعب اذا نهض بعد انتهت يعني. باقي ومستمر بالمظاهرات ان شاء الله والى تحقيق النصر ونزيد هاي الحكمه يعني الاحزاب الفاسده اللي دمرت الاخضر واليابس. المجد والخلود لشهدائنا يعني اولادنا واخواننا يعني وابهاتنا يعني. فالحكومه اكيد ما تطلع لك ما تبين لك يعني شنو ما تكشف لك عن هاي حقيقه من اللي يقتل هذا المتظاهرين والشباب يعني. يريد يخلوها نايمه ومستحيل الشعب ما ينام، الشعب دائما يعني ناهض. والقدر لازم يستجيب، لازم يستجيب، لازم يستجيب للشعب، يستجيب للشعب بالنصر والنجاح. اكيد لكل حريه لها ثمنها وثمنها ان شاء الله، ثمنها غالي على قلوبنا احنا، صعبه علينا، بس النصر ونجاح وبناء الدولة المدنية بفضل هذول الشباب الطيبين السالمين يعني. يردون هسه طلق طلق، هاي ماكو هسه تعبر ال 12 ونص يطلعون الموظفين يضربونا طلق هاي. ها هسه كل شيء ماكو، دا يشمرون علينا طابوق ودا يشمرون علينا بمبات، هم بمبات دا هاي باع المحلات يشمرون، هم يشمرون على المحلات، يردون يحرقون المحلات، لا عالم ولا شيء، هم يشمرون. الله وكيلك. ها هاي من هنا هسه باع عليهم يشمر بمبات، العالم يشمر، لا المتظاهرين دا يشمرون، لا هو يشمر طرف ثالث، هو الطرف الثالث منه الاحزاب، منه الاحزاب، هم منهم بيهم. ليش راحت جلسه مال وزير الدفاع ما طلعت؟ ليش ما طلعت؟ مو جلسه لو انا غلطان؟ ها؟ ماكو، كلهم هم من عندهم، وكذب جيش، لزمونا بشارع النهار بالدونكيات. طلاب يقول له لا عفهم عفهم طلاب، انا مو طالب. طلاب عفهم يجي يدفر علينا دفرات، هاي صبعي. يانا دونكيات ونتالات. احنا طالعين ناس متظاهرين سلميين. جايين لي جاي ناخذ حقوقنا حقوق العالم. فصارت هسه ضجه قالوا لنا اكو واحد فوق العماره. واحنا نعرف ماكو احد هنا. وقفنا على العماره، جينا اللي جاي على مود لا تتاذى العماره وبيها ممتلكات العالم. هذا دورنا احنا وياهم. ابو شغب ولا مو ابو شغب، احنا كليتنا اخوان. فشنو هو؟ جوي من هناك الجماعه ما خليناهم، حافظنا على ممتلكات العالم وممتلكات الوطن. البارحه من الساعه 2 للساعه 3 الفجر، بس الصوت يوصل كل واحد. من 2 ل 3 البارحه 17 شهيد طلعنا هنا. هناك واحد.
هناك سبعة اللي قدام بالشارع مالت مالت الوثبة طينا 10. أبو تيك توك أخذوه لحد الآن ماكو لا هو ولا تيك توك. القراج حرقوه قلبي. بس هذا الريدة يوصل دراجة تيك توك شكو واحد منغذ إنه أخذوه شباب راح هذا صوتنا وصل ان شاء الله يوصل كل واحد ان شاء الله ما يروح دم الشهداء والله ما ننسحب لو ما اعرف شو يصير وياهم وياهم للوحة ما نعوف دم شهدائنا لو ما اعرف شو يصير خلي يدامون خلي ما يريدون يسوون خلي يسوون هي لو الدولة براسها حظ مثل ما يدعون كذاك القناص ما كنت كم واحد كتل ألف واحد ويقولون لا دولة قوية دولة قوية وين هالدولة القوية كما يكذون هذول القناصين الطيحوا شهدائنا هاي البارحة تقريبا ما قام الساعة بالثنتين بالثلاثة الظهر هنا يطلع علي ابو الشغب قتل بالعشرين واحد واحد ميامهم هنا طشق مخه وين هالدولة وين هالدولة الدولة وين يحجون بيها وين هالدولة هنا حصل والله يطلع علي بالانفوق يطلع علي بالانفوق تقول احنا بوبجي حكومة فاشلة حبيبي الحكومة فاشلة تفهم ايش جاي احكي هي الحكومة فاشلة ماكو حكومة براس احد الباحة خلف الله على المتظاهرين اخذوني طحت من ورا مسيل الدموع خلف الله على هذول هذي تكاتك هم اخذوني واللي انا ظال طايح وماخذين الشغب يرمى علي قاص صار لي 30 يوم ويا الاخوان انا ما من 30 ودي شهداء 2 اخوه بهذا الساده مال الاحرار 2 بس هو الدم انا اموت هنا صار لي 30 يوم عايف امي وابوي 9 تفون ضاع معدي ما نتراجع ما راجع انا اموت احسن له اخوتي 2 بالاحرار هسه واموت احسن لهم بالذل هاي خليه يسوون الحكومه حل للشباب كش ما عاد الموت احسن لي أنا وأخوتي الأبطال صار لنا راح يصير شهر وفوق الشهر يسمعون أهلي ويشوفون منطقتي ويعرفون كل الزين ليش هيك دم الشهداء يعني ما حد معتبر به ويقولون ماكو شهداء وينقلون الصورة يقولون ماكو أي شيء هاي قدامك والشهداء هاي الباحة وهذا الولد لكن تراجع ماكو إن شاء الله بفضل الله وأهل البيت وهاي ثورة عظيمة ثورة شبابية ما نتراجع أبدا مستحيل مستحيل نتراجع لأن هاي آخر مظاهرة إنه للشعب العراقي ماكو لا مرجعية لا عشائر لا أحزاب لا ما نعرف ما ليش هذا السكوت ليش الاستهزاء بدم الشعب العراقي ما اعرف اعداد الشهداء هنا يعني كل يوم اقل شيء 5-6 اعداد الشهداء كاصابات ويا حالات الاختناق يعني اعداد توصل يعني العشرات احنا هنا ما نقدر نسوي مفارز لان قريبين حل على المكافاه احنا نسوي الخطوط الاماميه ويا الاحتكاك فاحنا هنا مسعفين كل من غراضه ويشتغل بس كمفارز كلها موجوده بساحه التحرير او قريبه على السنك ما نقدر هنا نسوي مفارز احنا هنا الاعداد قاعد تزيد ما قاعد تقل الحمد لله والشكر وما شاء الله يعني حتى الكوادر النسائيه هنا موجوده من ناحيه المسعفات والضرب بس تقدر تتصور المشهد كلها موجوده والحمد لله والشكر اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم انا مسعف هنا بالتحرير حاليا بالاحرار جاي نشوفه من قبل الشغب
احنا مظاهراتنا سلميه، طلعنا مظاهرات سلميه، لا نتجه نحو العنف، نحاول بكل الطرق نحافظ على سلميتنا. جاي يضربونا بالرصاص الحي، وجاي يضربونا بكل شيء، بكل شيء جاي يأذونا، وخاص نص احنا لحد الان محافظين على سلميتنا وما نريد نأذي اي شخص. هم اخواننا قوات الامنيه، اتمنى من عندكم نفس ما احنا محافظين عليكم، ما نريد نأذيكم وانتم هم لا تأذون، انتم احنا اخواننا، لا تصيرون لعبه بايد الاحزاب، مسيطرين عليكم سيطره تامه، احنا ايد واحده وماكو لا سني لا شيعي، كنا ايد واحده وماكو فرق ان شاء الله. هذا الشيء جاي يسوونه والله جاي عزمنا، وراح نظل اكثر واكثر واكثر، يموت واحد نرجع احنا بدالا نعوضه 100. مستمرين بالمظاهرات سلميه، واحب من خلال قناتكم اعطي تحيه خاصه لاهل الناصريه واخواننا بالمحافظات الجنوبيه على اللي جاي يقدمونه، ومستمرين بالمظاهرات السلميه، واتمنى من عندكم تحافظون على سلميه المظاهرات، ويا رب يوفقكم ان شاء الله، واحنا مستمرين وظالين سلميه ان شاء الله سلميه. مكافحه الشغب مو اول مره، هذه كل معتاد صار يعني كان احنا كارهاب او مو مظاهرات سلميه وعفوية، احنا ما غير الحجاره للدفاع عن انفسنا، هم يرميك برصاص الحي وفوق كله رميه قص يعني مو الاعلى، وهذه مثل ما اقول اباده يدونها، فاحنا بيهم اكفوا يعني ما تنعرفهم لغات من جامعنا كلها، اكو بيه تركي كردي ايراني عراقي، بس هم عندهم يعني دماغهم مغسول دائما، يعني شلون قاعد يواجه ارهاب ارهابي يعني بصوره عامه، احنا اللي كفه انتهى تمون عليه يعني انتهونا تمون عليه كارث يعني من الشوفه يعني ما يقدر، وهذا يعني هم هاي سهولتهم وهذا قمع، ويقول لك الطرف الثالث، هم الطرف الثالث نسيتهم، يقول لك الطرف هو الشغب، وين اكو طرف ثالث؟ نعم يقولون اكو مندسين، ماكو مندسين، اكو استخبارات صحيح احنا نلقيهم هنا، ذاك اليوم يعني لقينا بالتوك توك جاي مسدسات وهذا اي ومزارعين مو توهم قديم زارعينها، يعني زارعينها من بدايه 1 اكتوبر تابعين للامن، يعني شوف انت وياك ومختلط مع ناس الفرق. هو ما يجري في الأحرار، هو ما يجري في العراق، أو ما يجري من صراع الخير والشر في العالم كله. المسألة ليس كما تتصورها الحكومة مسألة بسيطة، هؤلاء هم سلالة الفاتحون،
هؤلاء هم سلالة الصحابة والمجاهدين الذين لم يخافوا ولم يرهبوا من الموت. فأنا الآن عرفت ما هي بطولات أجدادنا. فهؤلاء الشبان الثائرون المنتفضون أنا فخور بهم جدا، لأنهم لم يصمتوا على ضيم ولم يرضوا بما فعلوا بهؤلاء شذاذ الآفاق واللصوص الذين جاءوا على ظهر الدبابة الأمريكية وهم أكثر مما أن يوصفون بخائنون أو لصوص أو غير ذلك. مسألة حق أو باطل يا ولدي، إنها الشهادة، إنها الجنة يا سيد. وأنا فخور جدا جدا حينما أرى هؤلاء الشبان الذين يلقون الحجارة التي حجارة من السجيل التي سوف تزلزل عروج الظالمين بإذنه تعالى. إحنا هاي مجموعة من الشعب العراقي، طوائف مختلفة يعني، والأعمار هم كلهم شباب، إحنا الكبار قليل بهم، لكن هو المطلوب هو إنصافهم يا سيدي، إنصافهم يا سيدي فقط. لا تخشى شيئا يا سيدي، لا تخشى شيئا. هو المفروض هو إنصاف الشعب العراقي، ليس إلا إعطاهم حقوقهم. وإلا بالله عليك، من أين أتوا بقانون يكون رئيس الوزراء له مليار دينار بالشهر عراقي راتبه؟ من أين أتى بهذا القانون؟ من أين أتى بهذا القانون؟ وكيف يسلبون الأحزاب بالإصلاحيين والمعارضة وغير ذلك المسميات التي لا ما أنزل الله بها من السلطان؟ ما يجون عشان ما يجون، هم الشغب يظهرون مظاهرين، مظاهرين سلبية، وش ما عندنا بس العلم وايدينا، لا ظاهر فيهم ولا بس، هم يضربونه يسمون دموع صوتيات طلق حي. زين البحر ما جاء من عندنا 30 واحد، 30 واحد استشهد من عدد جرحى. زين وانا اشكرك، احنا مستمرين ان شاء الله، احنا ما نطلع اذا ما نحلها الشعب كله يحلها. الحكومه ان شاء الله سقطها، ان شاء الله سقط الحكومه بجهوه الحسين ابو عبد الله ان شاء الله. امين. هنا انا طبيت بالليل، صارت لمه ضرب علينا حي، من طلعت ما ادري طلقه شخطتني لو واحد طقني من المدسوسين، والله ما ميزت باي، قاعد يضربون حي يعني الباحه حصرونا مناي وحصرونا مناي، اللي يطلع ينضرب واللي يطلع هيك ينضرب، هاي كل الواقع يعني، قاعد يضربون حي. فبعد يمهم ما يعرفون هاي السالفه ما ضامينها، مكشوفه ذيك وينها او علي، بس ان شاء الله احنا ما خايفين من هذا والله العظيم، لان هاي هيك الدخانيه صارت عندنا مضمضه. جايه شلونه هاي من الصبات سحلونه، هاي سحل من سحلونه همس هاي بالدونكيات، وهاي جوا جوا همس اللي دموع يطق، جوا يطق همس اللي دموع، ها ما طحت ما طحت الا جوا هاي مصطبات طحوا. شلون الجماعه نوب هاي جماعه شدوا طحوني بسطون داس، هاي انا صباح المرمه، هاي رجلي كلها مرمه. طيب انتوا راح تتراجعون لو تبقون؟ لا لا ما نرجعوا، علي والحسين شهيد ما نرجع، نموت هنا نموت، ما يعني هاي طلقات هيك كلاوات، المسيري دموع كلاوات، صبتيات كلاوات، يعني شو يسوون؟ خلي هيك هاي الدخان هيك الشربه تبي هذا حب اخو العرب، ما يعني كله كلاوات هاي، خلي يزيدون هيك عندنا شم هاي هاي بخو العرب هذا. قبل قليل كان الشهداء 2 والبارحة الساعة 3 هم طلعنا 8 وما عاد اعتقلوهم تقريبا 15 واحد ايش اعتقلوهم، يجون بالليل تالي الليل يحرقون الساتر ويرحون، حتى نعمة الله يحرقوها صمون، والصبحين نجحنا نسوي الساتر ان شاء الله مستمرين ونظل الموت لحد ما نموت، يموت 10 يموت 100 ضالين احنا، وماكو كل شيء ماكو وراهم ابد، ما وراهم شيء بس هيك حكي وماكو وراهم شيء. البارحه لقينا بعد مال واحد تابع لاحد الاحزاب، ما نريد نقول اسم الحزب، يحرقون بهاي المحلات ويتصورون عود المظاهرين، واحنا لا احنا ولا هذا، ناس احنا جايين سلميين نجيهم، الله وكيلك شوف
سلمية يجون يذبون دخانيات وهاي ويحرقون المحلات ويقولون متظاهرين. هاي البارحة بالليل قلت لك ساعة بثلاثة يرمون رمي حي كتلة ثمانية. الأحرار شوف هاي المتظاهرين إحنا هنا صرنا يعني بالثلاثين يوم هنا 32 عالم صالح أصلاً حتى زيارة ما راحت من 11 يعني طب فوق 45 يوم أكو عالم أنا أعرفهم والولد فيجون الباحة تعرضنا لطلق حي رصاص حي وبالقناصين يعني مو هيك قناصين وكل يومية نلقى هوية بيناتنا يعني بيناتنا ونلقى هوية. أذكر سامي نجباء خرساني لقينا من العصائب كل يومية بهالشكل كل يومية ها واحد حتى هوية مالته لقيناها مشمورة هناك اسمها اسامه لقيناها مشمورة هناك هي مال يحاولون تخريب الثورة حاولوا هواي بس ما قدروا ولحد الآن الحمد لله والشكر احنا مستمرين وبعون الله وما يهبنا شيء لا بريد لا مطر لا شتاء لا صيف لا حر باقين هنا كل اسود شوفهم دولي كل اسود باقين عاد نضرب شبع نظيم والله يعني احنا يعني شاري من طفل شبع الضيم هاي كم يوم ما اصبر بيها اصبر واصبر 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 الشغب جاي يضربون علينا بالليل يضربون علينا حي والصبح يضربون علينا دخانيات ومسيل ورمانات صوتية طاحت من عندنا شهداء يعني كثير شهداء ومن بيناتهم مفقودين ومن بيناتهم شهداء من خارج المحافظات خارج محافظة بغداد. الشغب يقول رئيس الوزراء احنا ما يضرب علينا الشغب ما يضرب على المواطنين المتظاهرين احنا ما جاي يضربون علينا بس شنو هم يضربون علينا طلق حي ويقول رئيس الوزراء ما جاي يضربون علينا حي جاي يضربون علينا حي واحنا صامدين ولحد الان صامدين ومن 11 لحد الان وخسرنا شهداء وخسرنا ارواح اكثر من 150 شهيد لحد الان طاح بهذا الاسبوع وصامدين ان شاء الله وبعون الله ناخذها ونتقدم للخضراء والسلام ومن الله التوفيق.
عون الله وما يبنى شيء، لا بري لا مطار لا شتاء لا صيف لا حر، باقين هنا كل اسم شوفون دولي كل اسم باقين آه نضرب شبعنا ضيف والله يعني هسه احنا يعني شاهد من طفل شبع الضيف هاي كم يوم ما اصبر بيه اصبر واصبر واصبر. أبطال أبطال